اذكر شيئا في البيت تجده دائما في غير مكانه. دائما اكو اشياء تدور عليها وما هي، تنشال منها تنحط هنا. هاي شلون مصيبه؟ هاي شنو؟ مفتاح البيت. مفتاح البيت نعم، المفاتيح. المفاتيح دائما نخليها في مكان وندور عليها ساعة وتغيب، تغيب تماما. صح، خلي نشوف. تبارك، اكو احتمال اعلى اذا عرفته نروح وياكم، اذا لا راح نروح ويا البغدادي. أوكي. اذكر شيئا في البيت تجده دائما في غير مكانه. الموبايل او التليفون. الموبايل. خطأ، وكأنه الموبايل ملاصق. إذن تفضل أخوي تبارك، تفضل أستاذ عبد الجبار، ونسأل هذا السؤال للأستاذ علي. واضح، اذكر شيئا في البيت تجده دائما في غير مكانه. النظارات. النظارات الطبية. النظارات الطبية. النظارات الطبية، خلينا نشوف. النظارات الطبية. نعم نعم، النظارات الطبية، وهو آخر احتمال. علياء. ريموت. ريموت التلفزيون. نعم، أفضل احتمال، لأنه واحد مننا عاس دور يقوم ينام لو كذا يشمره بعدين الصبح يدور عليه ما هو. نعم رنا، شنو الشيء اللي ممكن ما نلقاه في مكانه؟ ممكن الجداحة. خلينا نشوف. القدة. ما موجود. أنا آسف الآن أستاذ عبد الجبار. ورقتك. هذا خطأ واحد. اذكر شيء. وين؟ ها بعدك وياه؟ لا حبه استراحة. دادة غير رحنا عليها وجاوبت القداحة طلع غلط. هسا عليك انت. اذكر شيئا في البيت تجده دائما في غير مكانه. شاحنة التليفون الموبايل. الشاحن. 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 الشاحن الموبايل. صح صح، شاحنة التليفون. لأن الموبايل يعني ويانا ويانا، حتى لما نروح ننام نخليه من فوق بعد أخل يعني فعلا يوم راتبي، وهذا خطأ. بقى عندنا احتمالين أستاذ علي، فكر لي. ممكن سويتش السيارة. ما أدري يعني. ممكن ممكن مو عندي رأسا يقول لي سويتش سيارة لانشي، لأن الممكن جواب متخلخل بين بين. ساعة يدوية. الساعة مالتي أنا دائما أخليها بمكان.